دلوقتي هنعمل حالة جلسة تنعيم. طبعا الشعر باين قدامكم، واضح الشعر. فتلة طبعا كانت معمولة بالاكسجين، وطبعا وانا نوهت كتير وقلت بلاش الاكسجين ده، علشان الفتلة زي ما انتم شايفين كده بيحصل لها تقطيع وتقطيم، والفتلة بتبقى زي البايشة بالظبط، لو يعني دايما تالي لو مسكناها شديناها كده هتطلع في ايدينا. هنعمل الجلسة دلوقتي وهنشوف شكل الجلسة. احنا بنحط عليها مادة بتيجي مستوردة حلوة، بتنعم وبتتقل الشعر وبتخلي الشعر، بتقفل تقصيفة الشعر وبتخلي الهيشان ده يروح. نروح بقى نشوف الجلسة. والحالة دي كمان برضو جاية تعمل جلسة تنعيم. طبعا شايفين الجلسة دي على فكرة جلسة يمكن مش كتير يعرفها، لكن احنا بنعملها علشان احنا طبعا شغلنا كله بدون كيميكال وعلاجي، فانا بحب ان انا الشعرايه ما يعني اما اجي احط حتى عليها سيراميك ولا حاجه لازم اعمل لها حمايه، احط لها عامل حمايه الاول عشان يحميها من اي حراره ومن اي حاجه. هنعمل الجلسه وهنشوف شكل الجلسه قبل وبعد، وبعد كده اقول لكم ازاي بقى سيستم العنايه بالشعر بعد كده. بعد ما خلصنا طبعا الفرق واضح جامد بقى يعني دلوقتي عن الاول، فرق شاسع عن الفتلة. الاول كانت شكل ودلوقتي شكل، كان مقصف هايش بيقع. احنا عملنا لها جلسة اسمها جلسة تنعيم. كده خلص الشعر اهو بعد ما خلصناه، وكده واضح اهو الشعر شكله عامل ازاي. شوف فرق شاسع في الفتلة، التقصيفة اتقفلت، الفتلاية بتلمع جميلة. بس طبعا مش دي النتيجه اللي انا عايزاها، لان انا بحب اوصل الشعر بقى لدرجه ان هو يبقى شكله صحي والشعريه نفسها تبقى صحيه. احنا حطينا عليها مواد، ماده، الماده دي اسمها ماده حمايه، بتحمي لي الشعرايه من المكوى، وتحمي لي الشعرايه كمان، تقفل لي التقصيفه والهيشان والحاجات دي. وان شاء الله تمشي على الكريم وتاخد علاج بقى ان شاء الله، هديها فيتامين، هتمشي على الفيتامين كمان عشان شعرها يتحسن ويتقل عن كده، لاني عايزه اتقله كمان. وان شاء الله النتيجه ان شاء الله هبقى انزلها لكم بقى ايه بعد شهر او شهرين، عبال ما ان شاء الله شعرها تتحسن. نعمل بقى لايك ونعمل شير، وتقولوا لي رايكم في الكومنتات، ايه رايكم في شكل الشعر قبل وبعد. اما بقى الشعر الثاني انا رفضت اعمله لان الشعرايه متقطعه، وانا وريتكم الشعر مجرد احنا ما مسكنا الشعرايه بدات تتكسر في ايدنا وتقع، فطبعا استحاله ان الواحد يشتغل في شعرايه بالشكل ده، حرام. الشعر محتاج نظام تاني علشان يتعالج الاول، لان الشعرايه الصراحه متبهدله اخر بهدله، حطت الاكسجين عليها فتره طويله والاكسجين كل الشعرايه اكل، لدرجه انك بتمسكي الشعرايه بتبوش في ايدك، وطبعا دي غلط جدا. لازم كلنا نعرف ان موضوع الاكسجين ده كارثه كبيره، يعني ما نحطش اكسجين على شعرنا ونسيبه فتره طويله يبوش الشعرايه بالشكل ده، لا. احنا بنفتح بس ما بنفتحش بالطريقه دي، احنا بنفتح بطريقه صحيه جدا. غير كده ممكن بنفتح بس بمواد ما بتكونش كيميكال. السلام عليكم. السلام عليكم. قناة لمسة جمال وصحة. دي طبعا انا كنت عرضت في اول الفيديو الشعر كان قبل، فدي عميلة جاية هي وصاحبتها جايين يعملوا شعرهم جلسة تنعيم. طبعا انا عرضت قبل شكله ايه وبعد شكله ايه، هنشوف دلوقتي الشعر شكله ايه بعد ما اشتغلنا فيه وقبل، وهتشوفوا مراحل الشغل فيه كمان، ونشوف ازاي احنا بنعالج الشعرايه لما توصل للحاله اللي هي اللي انتم شايفينها قصادكم دلوقتي دي. يلا بينا. طبعا كلنا شايفين الشعرايه، الشعرايه اهي بعد ما اشتغلنا فيها اهي، طبعا فرق شاسع، واضح الشعر من فوق عامل ازاي. بس شوف الشعر، شوفوا الشعر متقطع ازاي، ده كله على فكره شعر بايش متقطع، شايفين ده ليه بقى؟ لان حطت عليه اكسجين، اللي انا بنوه واقول بلاش الاكسجين على الشعر، الاكسجين بوش الشعرايه وخلى الشعرايه اهي. منظر الشعرايه عامله ازاي، شوف الشعرايه عامله ازاي. طبعا هي اتعدلت برضو، بس مش زي ما انا يعني، انا ما بحبش الشعر يبقى كده اصلا، انا كنت حابه اعمل لها رنساج عليه، رنساج غير لها الدرجه دي، بس هي طبعا مش عندها وقت وانا كمان مش عندي وقت. بعد ما نخلص